بعد دخول الحرب على غزة شهرها الحادي عشر فإن كارثة بيئية تحصل هنا وتطول جميع مكونات البيئة فجميع أنواع التلوث التي دمرت البيئة تواجدت هنا في قطاع غزة الغراط والحرائق مرورا بتلوث المياه الجوية بسبب تدمير البيئة التحتية وتجمع القمامات وقطع الأشجار والانبعاثات السامة في الماء والهواء وما ينذر باضرار مناخيه مستقبليه ربما تمتد اثارها الى الشرق الاوسط. في منطقه غرب دير البلح بقطاع غزه تتراكم النفايات عشوائيا على قطعه ارض مكشوفه وعلى بعد امتار قليله توجد مخيمات للنازحين. الصراع المستمر ادى الى تجاوز هذه المخيمات قدرتها الاستيعابيه مما زاد من كميه النفايات ومياه الصرف الصحي بشكل كبير. ونتيجه لتدمير البنيه التحتيه ونقص العربات والوقود باتت الجهات المعنيه عاجزه عن معالجه ونقل هذه النفايات ومياه الصرف مما اجبر العديد من العائلات على العيش في هذه الظروف واصبحت مشاهد النفايات المنتشره ومياه الصرف المتدفقه منظرا شائعا في جميع انحاء قطاع غزه وبسبب التلوث البيئي وانتشار القمامه ووجود مياه الصرف الصحي وكذلك المجاري بشكل كبير جدا انتشرت الأمراض والأوبئة بين المواطنين حيث انتشرت أمراض التهاب الكبد الوبائي وأصيب في قطاع غزة أكثر من مئة ألف مريض بالتهاب الكبد الوبائي من نوع ألف وكذلك الأمراض الجلدية بشكل غريب جدا وخاصة بين الأطفال مرض كبد وبائي السبب طبعا قلة النظافة وقلة الاهتمام وانت زي ما انت عارف احنا في مخيمات وحمامات جماعية طبعا كل اكم من عيلة لهم حمام واحد وطبعا الواحد بيبقى يستنى دور على الحمام ولما بدك تمرق بتلحقش تنظف بتلحقش تعمل اشي ما فيش ما فيش معك وقت ما هي السبب يعني واصدر برنامج الامم المتحده للبيئه تقرير تقييم في يونيو الماضي مشيرا الى ان الصراع الحالي في قطاع غزه خلف ما يقرب من 39 مليون طن من الركام، حيث يوجد الان اكثر من 107 كيلوغرامات من الركام لكل متر مربع في قطاع غزه، وهذا الحجم من الركام يفوق خمسه اضعاف كميه الركام الناتج عن صراع عام 2017 في الموصل بالعراق، مما يشكل مخاطر على صحه الانسان والبيئه، ناجمه عن الغبار والتلوث بالذخائر غير المتفجره وغيرها من المواد الخطره. وكانت بيئه غزه تواجه اصلا تدهورا وضغوطا على انظمتها البيئيه نتيجه للصراعات المتكرره والتوسع الحضري السريع والكثافه السكانيه العاليه والظروف السياسيه وتعرض المنطقه لتغير المناخ، وخلص التقييم الى ان الصراع يفسد التقدم الاخير وان كان محدودا في انظمه اداره البيئه في غزه ويؤثر ايضا على قدره القطاع على استعاده بيئته الايكولوجيه في المستقبل. القصف في المناطق المفتوحه والشوارع الرئيسيه التي يوجد بها خطوط مياه بالاضافه الى خطوط صرف صحي ادى الى اختلاط المياه الجوفيه، المياه في الشبكات الرئيسيه بمياه الصرف الصحي، بالاضافه الى ايضا تلوث اللي هو الهواء بسبب تصاعد الادخنه السامه نتيجه حرق النفايات وبالاضافه الى الغازات المنبعثه من روائح القصف والمدفعيات والقنابل التي يلقونها على ابناء شعبنا. ايضا يوجد تلوث طبعا تلوث في التربه حيث ان تراكم هذه النفايات وتسرب المعادن في التربه يغير من طبيعه وتركيبه التربه فتصبح فتصبح التربه غير صالحه في الوقت اللاحق للزراعه. وهذا يؤدي بدوره على أصل ايضا المنتجات الزراعيه